اهلا بيكم في صوتك واصل. كتير من الرسائل الحقيقه بتتكلم عن مصادره الاراضي عشان كوبري او عشان توسعه. المهم ان في اهتمام بالموضوع ده عالي جدا. لكن ارجع وافكركم تقدروا الحقيقه تشاركوا في الفقره دي او تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتس وصفحه البرنامج وصفحتي الشخصيه اللي هينزلوا على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي. في البداية خليني أكلمكم على موضوع تغيير النتائج اللي اتكلمنا عنه مبارح. جالنا مستند بعتهولنا أحد الأشخاص بيكشف عن رفع درجات أولى وتانية ثانوي. هنعرض دلوقتي المستند أهو قدام حضراتكم. السيد الأستاذ ده مستند بعت لنا كده رسمي السيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كذا، تحية طيبة بعد، في ضوء موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم الفني وإلحاقا لخطابنا المرسل إليكم بتاريخ 8/6 بشأن إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي 2021/22 لطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس، وذلك بعد تجميع نتائج الاختبارات الإلكترونية المرسلة إلى المدارس مع درجات الامتحانات المقابلة بالإضافة إلى درجات الطلاب بما، وبالإشارة إلى المراجعات التي تمت مع المديريات التعليمية بشأن موقف الطلاب المحجوب نتيجتهم مسجل لهم مش عارف يساوي إيه -6 وبعض المواد أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح وحدثت لهم مشكلات تقنية لم يسجل بها محاضر على التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك. حرصا على صالح الطلاب يرجى من سيادتكم التكرم بالتنبيه على المدارس الثانوية التابعة لسيادتكم أو لمديريتكم بما يلي: الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنية أثناء تأديتهم. أنا ما أعرفش ليه بقرا من على الشاشة، يعني ما أعرفش ليه ما اتطبعش وجاه، ما عنديش فكرة، بس هي مخاخ، هي في ناس ما بتعرفش تفكر أصلا. الطلاب اللي حدثت لهم مشكلة بتكون نتيجتهم اجتاز في تلك المواد، وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقارير في مش عارف ايه مش عارف مجمع هذه الحالات وتسليمها الى اداره شؤون الطلاب بالاداره التعليميه. الطلاب اللي تاكد لدى المدرسه غيابهم في ماده او اكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك والمحجوب نتيجته تكون نتيجتهم غائب. بالنسبه للطلاب المسجل لهم محاضر غياب في بعض المواد عن طريق الخطا من خلال المنصه الالكترونيه المخصصه لذلك يتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي لتعديل النتيجة واستيفاء أو استبقاء درجات الطلاب في هذه المواد مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسببين في هذا التقصير، واعتبار الأمر هام وعاجل وتحت رأيتكم شخصيا. وآدي الصورة وآدي الجواب مرسل مرفق إلى فلان وفلان وفلان، والإمضاء رئيس قطاع الجودة والتكنولوجيا محسن عبد العزيز صادق قطاع التكنولوجيا. الجواب ده حضرات وصلنا من شخص ما، مش هنقول اسمه طبعا لان دي امانه، لكن الجواب ده الحقيقه يبدو ان مشكله طلاب اولى وثانيه طبقا للجواب ده اللي لو حقيقي انا ما اناش، بس هو الجواب وصلني كده وانا عرضته كده، فمشاكل ناس كتير هتتحل ان شاء الله، يعني مشاكل كتير من الاسر هتتحل. خلينا نشوف المشكله اللي بعدها. الحقيقه الجيش بيعمل طرق كبيرة أو طرق كتيرة يعني وكباري في كل حتة، بس مش لله ولكن عشان يقلب فيها جيب المواطن ويفرض رسوم وإيتاوات في الرايحة والجاية على كل عربية بتعدي. في رسالة بقى جات لنا من مواطن بيشتكي فيها من الرسوم الكبيرة دي اللي بيدفعها على كل الطرق وخصوصا بوابات الجيش. صفوت من أسيوط، اهلا يا صفوت. صفوت بيقول انا عندي عربيه جامبو بيمشي او بمشي على طريق الجيش حلوان اسيوط الصحراوي، يعني الطريق الشرقي، يعني بيمشي على الطريق الشرقي مش الغربي، وده طريق الجيش فعلا. بيدفع كارته للجيش وعلى كل بوابه للمحافظه 100 جنيه لكل ضابط مرور مخالف او مش مخالف على طول الطريق لحد اسوان. والله يا استاذ محمد انا ما رخصت عربيتي من 2017، اقسم بالله ما عارف اجيب كاوتش جديد لعربيتي، وبركب كاوتش مستعمل في عربيتي، مش عارف اوفر اجيب اي حاجه لعربيتي من شغل الاتاوه اللي على الطريق بتوع الجيش او بتوع الداخليه على كل طريق في البلد زراعي او صحراوي. هو طبعا
صفوه ما قالكوش على كميه الذل كمان. يعني انت بتدفع وانت مذلول، اللي هو معلش يا باشا والله بتاكل عيال، والله معلش يا باشا بجري على العيال، والله معلش يا باشا ماشيين الله يخليك بقى، يا باشا النهارده الليل هيطلع عليا يا باشا. افتكر معايا الفيديو ده كده. المحور ده اسمعوا ولا هحلكوا عليه زي ما انا هعمل لك. المحور ده اللي كان بيوفر عليك 100 كيلو غربا او شرقا عشان توصل وتعدي، لما اجي احط محطه رسوم ما تتضايقش. ما تيه يا فندم؟ ما تيه؟ ما تتضايقش، ادفع بقى. ايوه ادفع، هي مفيش حاجه كده ببلاش، مفيش ببلاش خلاص. واحنا هنعمل كل حاجه اللي انتوا عايزينها، مصنع عطور ومصنع كل حاجه اللي انتوا عايزينها. في رسالة جات لنا من مواطن من منطقة العجمي في اسكندرية بيشتكي فيها من كوبري جديد بيتعمل في ميدان الكيلو 21. الكوبري ده يبدو انه مسبب أزمة مرورية وخانقة وعامل مشكلة في سيولة المرور. خلينا نشوف محمد من اسكندرية بيقول ايه. بيقول انا من العجمي وعندنا في الكيلو ميدان الكيلو 21 كارثة كبيرة اسمها ال 21 كوبري. الكوبري ده اتعمل عشان يعطل السكة، منظر مش معقول وحاجة في منتهى قلة الأدب. نفسي أعرف اللي عمله ليه، وكمان يا مؤمن بيعمل تحت الكوبري محلات عشان يأجرها. يعني عطلة فوق العطلة، بالله عليك يا أستاذ ناصر اتكلم عن الموضوع ده. طب يا محمد يا أخي، أنا آخر مرة نزلت اسكندرية كلت في الكتعة اللي هي بتاع السمك. يا راجل أنا أقول لي الكوبري ده فين؟ يعني أوصف لي أو صور لي الكوبري ده، غير وجود اكبر مستشفى خاص في العجم وهي مستشفى مباراه العصافره غرب. يعني لو في حاله خطيره ممكن توفى قبل وصولها. احنا اتكلمنا كتير ولا حياه لمن تنادي، وكمان بيعملوا محلات اسفل الكوبري الايجار عشان يضيق الطريق كمان وكمان. يا محمد ابعت صوره او صور وانا هنشرها لك خلاص. وانا هستناك يا محمد، لو حد حتى ابن عمه محمد سمعني اهو في صور اهي جبنا حد غيره بعد، طلع حد غيرك بعد الصور يا محمد. الكوبري اهو، هو ده الكوبري؟ ما انا ما اعرفش ده الكوبري ولا لا. وهم انا فهمت ايه مشكله الكوبري ده. مشكله الكوبري ان ضيق الطريق تحت. يعني الطريق اللي تحت ده كان مفروض من غير اعمده الكوبري سالك واوسع. هو جه عمل اعمده هنا واعمده هنا، وبقت الكوبري عباره عن بوابه بتعدي يا دوب شريط من الناس. هناك بقى تحت، هناك تحت ما نزلت الكوبري الناس هتقف اكتر. اه شوف الشارع عامل ازاي. اه فهمنا دلوقتي يا اخي محمد. وطبعا عامل محلات تحت عشان يحجز بقى، عشان واحد نزل من محل يشتري شاحن موبايل تايب سي ولا حاجه، ينزل يركن العربيه وبعدين عبال ما الراجل يديله شاحن تاني وباظ منه من 3 ايام فرجعه في الضمان، فياخد ربع ساعه عبال ما يكلم الراجل فيركن العربيه زي العربيه اللي واقفه دي، العربيه المخبوطه دي اللي واقفه، فالشارع يقف كله. شيء عجيب، شيء عجيب بجد. انما الاعجب يا ولا المحلات اللي تحت، ايه حكايه المحلات اللي تحت دي؟ وبص الكوبري معدي على البلكونه اللي نشر الغسيل الداخلي للهدوم الداخليه هناك دي، الكوبري معدي عليها، ممكن الراجل يرمي صناره يقص الحبل من هنا لهنا، وكان الله بالسل عليم على راي الفنان محمد شوقي في مسرحيه اللي خمسة للراحل عادل خيري، أو سوري 30 يوم في السجن، أنا آسف 30 يوم في السجن. عرفنا الكوبري ومشكلته. السؤال بقى مين العبقري اللي بنى الكوبري ده؟ مين العبقري اللي خططه؟ وهيخدم مين؟ ده الموضوع. طيب الرسالة اللي جاية دي وصلتنا من مواطن. طب أنا بس بربق بمحافظ اسكندرية يشوف حل لأزمة الجماعة بتوع العجمي اللي هي كل يوم عن يوم. وبعدين خلي بالك من حاجه يا مواطن يا محافظ، انت على الساده المواطنين المحافظين يفهموا حاجه، ان الطرق دي اللي احنا بنعملها دي في منتهى الغباء في مصر كلها، حتى اللي بيعملها السيسي، لانها لا تراعي ان عدد اللي هيمشوا عليها دلوقتي بعد 5 6 سنين بعد 10 سنين اضرب العدد ده في 20. فالناس اللي بيعملوا مدن بتوع تخطيط المدن ما بيخططوش المدينة عشان حضرتك تفرح فيها 2 مليون فلا، بيعملوا حساب ان المدينة دي ممكن تتوسع ويبقى فيها زيادة سكانية، فالطريق اللي بيعدي منه 10 عربيات بعد 10 سنين يعدي منه 1000 عربية. فلازم يكون في مواصفات، انما ما يعملوش زي الاخ عماد عبد الحليم. انا مهما شفت المدن وشفت ناس المدن دايما صورتك في قلبي، دليلي في المدن. ما
نشوف الرسالة اللي جاية من مواطن بيشتكي فيها من أزمة بيعيشها أراضي في مدينة العبور التابعة لمحافظة الألوية ومش عارفين يعملوها إيه حقيقة تقنين من الجهاز. خلينا نسمع كده محمد من الألوية. محمد بيقول أستاذ ناصر برجاء الحديث عن أرض العبور الجديدة، إحنا 120 ألف أسرة قدمنا ورقنا للجهاز عشان التقنين من 2016 إلى الآن، إحنا شاريين منذ 2008 وبعضنا شاري من معارض عقاري تحت رعاية السفارة المصرية في الإمارات والسعودية وزهقنا مناشدات. طب يا محمد إيه أرض العبور دي؟ تبع مدينة العبور يعني؟ مش معقولة مدينة العبور مش تبع الألوية، فمعرفش يا محمد أي معلومات. لو تدينا معلومات نشوف كده إعلان بعته لنا محمد. كانت الوزارة أهو وزارة الإسكان والمرافق هيئة المجتمع، أنا معرفش ليه إعلانات مصالح الحكومة في مصر عاملة كده، ما عنديش فكرة. لسه عندهم يعني وزارة الإسكان دي عندها واحد بيعمل فوتوشوب أو بيشتغل على برامج كمبيوتر بالشكل ده، إزاي كده؟ يعني ده من أول ما اخترعوا شاشة الويندوز حاجات دي التصميمات دي. المهم يعني جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة الحاقا للإعلانات السابقة نشرها واستجابة للطلاب مش عارفين أشتريت الخدمة على طريق القاهرة الإسماعيلية مصر التعاونية الطلائع بجامعة الأمل المنحلة. المنحلة دي صفة إخلاقية يعني ولا صفة قانونية؟ بجمعية الأمل المنحلة؟ ألا طب وجايبين جمعية منحلة تعمل إيه بقى؟ الوزاري رقم كذا وكذا جمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد رابي إلى آخره. يعني ده الإعلان اللي محمد بيقول اشترينا من خلاله الأرض بتاعتهم. طب يا محمد اشتريت بكام وخدت كام متر وانتوا كام حالة؟ وابعت بقى تفاصيل اكتر الله يخليك. المشكله ان بعد الناس بتبعت حاجات بيفترض فينا ان احنا فاهمينها او عارفينها واحنا مش عارفين، فانت ابعت بقى عدد الحالات كام، اشتريت قد ايه، مش كده يا جماعه؟ طيب على كل حال لما احنا دورنا من نفسنا كده لقينا فيديو او فيديوهات كتيره موجوده على السوشيال لوقفات المواطنين المتضررين من عدم تقنين اوضاعهم في العبور. نشوف كده. كلام محمد صح، بس ادينا اكتر يا محمد، دفعته كام بالمتر بكام، يعني ادينا تفاصيل اكتر واحنا هنتابعها. في مشكلة شبيهة بمشكلة أصحاب الأراضي في العبور الجديد لكن في منطقة اسمها الرابية تابعة لمدينة الشروق على طريق مصر الإسماعيلية. خلينا نشوف الرسالة دي بتقول إيه. الرسالة بتقول محمود الشروق، إحنا ملاك منطقة الرابية على طريق مصر الإسماعيلية خلف المركز الطبي العالمي، اشترينا أراضي ومننا اللي بنى وسكن وفيها بيوت وجوامع وكنايس وكاتدرائية أبو سيفين. الحكومة دخلت على المكان بعربيات الجيش وقفت البنى وصورت المكان من 2015 وقالت ما بين رفع مساحي وتقنين وجمع ورق ودراسة وتخطيط وكلها مماطلة عشان نيأس ونسيب الأرض لأن الدولة طمعانة فيها من ساعة ما فكروا في العاصمة الإدارية. والمصيبة أننا مش قادرين نتكلم لأن 80% مننا مسيحيين والباقي مسلمين. الدولة خايفة توس فينا زي جزيرة الوراق عشان الموضوع ما يتحولش اضطهاد ديني، فبيتعاملوا معانا بسياسة التضييق والمواطلة وفرض فلوس تقنين ومرافق وترخيص بأسعار تفوق الخيال. اتكلم عنا يا أستاذ محمد وسمع رجال الدين المسيحي بينا والبابا توادرس. أنا بس عندي سؤال، يعني أنت بتضحك عليا؟ أنت بتقول إنك أنت مسيحيين واللي كاتب الرسالة اسمه محمود؟ هو بيقول في جملة هنا مش قادرين نتكلم لأننا مسيحيين والباقي مسلمين، يعني أنت من الباقي المسلمين يعني؟ وبعدين أنت لو من باقي المسلمين اتكلم عنا يا أستاذ محمد وسمع رجال الدين المسيحي بينا والبابا توادرس. وبعدين في الآخر الاسم محمود. يا عم إيه اللخبطة دي؟ طيب أنا بس عايز أقول لك على حاجة. ده أنت تحمد ربنا إن 80% منكم مسيحيين. أنا متهيألي
متهيألي ان لو 80% منكم مسلمين كان زمانهم طحنوكم، لانه في الاخر المسلم عندنا في مصر ملوش ثمن اصلا، يا بيه ده بيتقتل زي اللب كده زي الدبان عادي يعني. لكن انا بس اللي عايز اعرفه، هم كسروا حطموا الاراضي كل، حطموا البنى كله بجوامع بكنائس بكله؟ طب عايز تقنعني ان الاخوه المسيحيين اللي موجودين في القصه دي مش عارفين يستنجدوا بالكنيسه والكنيسه تقف جنبهم؟ معقوله؟ لكن انا مصدقك يا محمود. محمود بقى منين ما ترسلك على بره بقى محمود ازاي؟ انما هنسميك محمود وخلاص. يعني هو يبدو ان البلد دي او المنطقه الرابيه دي قريبه من العاصمه الاداريه، فزي ما بيقول الاخ محمود انه طمعت فيها الدوله او النظام بعد ما بنى العاصمه الاداريه فبيمطلوا في الناس. انما محمود انت ما قلتليش يعني ايه نوعيه المماطله؟ يعني انت بتروح تعمل ايه فهم يقول لك استنى يومين؟ يعني ايه المماطله؟ ثم بقالكوا قد ايه يا محمود انت ما قلتش؟ لا من 2015. هو قال من 2015. من 2015 وهم الحقيقه يبدو انهم حاجزين من 2015. خلينا لو معانا صور يا شباب، برضو اهالي الرابيه بيعانوا عشان الحقيقه مش عارفين يقننوا اوضاعهم ولا عارفين يسكنوا بيوتهم. الناس دفعت شقه عمرها في القصه دي. خلينا نشوف وقفات اهالي الرابيه للقصه دي كده. اقسم بالله فاضل لي شهور وهترمي في الشارع عادي خلص، اعمل ايه؟ اودي عيالي فين؟ اودي عيالي فين؟ انا اقعد في الشارع؟ عفش اتبهدل وعفش واخد شقه اجار مؤقت وليا بيت بنيه من 2015 مش عارف اقعد فيه. شقه اخويا ضاع ومات في عمله، شهيد عمل، وخدت المكافاه بتاعته دفعتها في البيت تمام ومش عارف استنفع بيه. ما لاقيش اكشف ولا اعمل عمليات عمليه. عندي بنتين وساكن في اوضه مع بواب، شغال بواب، وكل واحد يزن فيا ما هو خدموه ولا نوى ولا اي حاجه، بيحب يرحم علشان اخد حته ارض علشان اسكن فيها ودفعني انا وعيالي. عايز يدفعني 1500 ولا 1600 حرام كده يا ريس. المفروض مع ان احنا دافعين فلوس كلها وصرفت، ما فيش بيت عندنا ما اتصلحش ودفع فلوس. انا واحد عن نفسي دافع 80000 جنيه ودافع كل الناس دي دافعه، كل الناس دافعه 352 جنيه رسوم الورق كله دافع. لو رافعين شورت السيسي بيعمل بيده كده مبسوطين كله تمام كله لبس اوكي، يعني كله اتعشى وكله خد دش وكله لبس يعني كده، يعني عشان بس ايه ما تتأولش الكلام يعني. على كل حال الاخ محمود بتاع الرابيه ادينا معلومات اكتر عن الرابيه وادينا معلومات عن قربها او بعدها من العاصمه الاداريه، وسيبك من 80% مسيحيين 80% مسلمين، بتاع القصه دي مش تنفعنا في كتير يعني، لانه في الاخر انا عايز اقول لك ان احنا انا شخصيا ووسط البرنامج واظن اسامه جاويش كده واظن طارق اللبان وكلنا حتى الناس اللي جوه دي، الناس ما عندهاش تفرقه ما بين مسلم او مسيحي، في الاخر احنا مع قضيه البني ادم. والله لو مظلوم وملحد هتجيب له حقه، ملهاش علاقة بالدين أصلا. فمعرفش أنت قلت ليه 80% مسيحيين، لكن أنا بعرف الكنيسة أهو يا حضرات السادة القائمين على الكنيسة المصرية والكرسي الباباوي بالإسكندرية، أنا بقول لكم إن في أسر مسيحية متضررة في منطقة اسمها الرابية وحاجزين، وأرجو إن أنتوا تدافعوا عنهم كمصريين منتمين أو بيدينوا بالعقيدة المسيحية. أنا بقول ده للأمانة، هو الراجل قال لي بلغ الكنيسة، لكن أنا بالنسبة لي مش فارقة مسيحي زي مسلم. ودي شكوى الحقيقة تانية جات لنا كذا رسالة من مواطنين عرب بيشتكوا التعنت معهم في دخول أبنائهم لمصر بسبب إن أبنائهم عندهم الجنسية الفلسطيني. جه الزمن اللي فيه مواطن من دولة جارة يخش عادي ومواطن من فلسطين يتعمل له مشكلة؟ شوف الزمن. والله دي رسالة جات لنا من سيدة من ليبيا
سلوى ليبيا، نرحب بك وعودا حميدا. مشكلتي يا استاذ محمد ان ابنتي قاموا بترحيلها من مصر بسبب تخلف الإقامة ورفضوا بعد مرور عامين دخولها إلى مصر من أمن الدولة. السؤال إلى جهاز أمن الدولة، ما الجرم الذي ارتكبته ابنتي غير أنها تحمل الجنسية الفلسطينية ووالدتها ليبية؟ ما الجرم الذي يمنعها دخول مصر؟ بل وقاموا بمنعها حتى بالمرور من ليبيا إلى فلسطين عن طريق مصر. أرجوك يا أستاذ محمد اقرأ رسالتي، هذه ممكن يجي عن طريقك الفرج وتدخل بنتي لإخواتها في مصر. ألا طيب يا ستي سلوى، مش تقول لنا هي ليها إخوات في مصر وإخواتها دول معاهم الجنسية الفلسطينية أو معاهم وثيقة فلسطينية؟ ولو معاهم وثيقة فلسطينية شمعنا بنتك دي طردوها وإخواتها قاعدين؟ ما برضو هناك أسئلة يعني بتفرض نفسها، هل إخواتها جنسية تانية وهي جنسية فلسطينية؟ معرفش يعني. بص يا سلوى، انت ابعتي بقيه التفاصيل وقولي لنا ايه اللي بيحصل، بس مبدئيا نتفق على حاجه انا وانتي، ما اسموش جهاز امن الدوله، اسمه الامن الوطني. دلوقتي بقى اسمه جهاز الامن الوطني، زمان كان اسمه جهاز امن الدوله. فسلوى احنا معاكي، وانا ما اعرفش طبعا اي بيانات عن بنتك ولا كنت هقولها بالمناسبه يعني الا برغبتك انت. انما الفلسطينيين حتى اللي داخلين من غزة بيجدوا معاناة وتعب كتير جدا، فأول مرة أسمع أن اللي جايين حتى من ليبيا عندهم مشكلة. فأنا بوصل صوتي لصوت القائمين على أمن الدولة، ما يعني مشكلتكم مع الفلسطينيين أو من يحمل الجنسية الفلسطينية في الدخول إلى مصر؟ ما مشكلتكم؟ مشكلتكم إيه؟ ثم ليه ما عندكوش مشكلة في الإسرائيليين اللي بتخشوا مصر وعندكم مشكله في الفلسطينيين يخشوا مصر؟ ولا هو الزمن اتقلب؟ ولا هي القطه كانت عيالها؟ ولا هو اللي قالوا الراجل اللي مات ومراته ماتت في الغردقه اول امبارح شلفط المصريين، شلفطهم اسرائيلي ومراته اسرائيليه وراحوا يغطسوا في البحر الاحمر، والوليه بتغطس بقالها سنين يعني تعرفش قدرها، جا كده غرقت وطلعها جوزها من تحت وكانت طالعه بيقول كان في امل، بس ما لقيناش اسعاف بقى وما لقيناش حاجه، فالست ماتت تحت ايده. فعمال بقى لعن ابو ام والحاجات دي، فهو وسكتوا وما فيش ضابط اتكلم عن القصه دي، ما طلعش وزير الصحه المصري فتح بقه، رغم انه ما فيش وزير صحه اصلا ده سامي عبد الغفار، رغم ان الراجل قال دي طلعت انا طلعتها من الميه وقعدتها على الشط وقعدنا نصرخ فين الـ الاسعاف الاسعاف الاسعاف، ما حد سأل فيه. فماتت الست بين ايديه. وشوف يقول لك الست كانت غطاسه اصلا وبتغطس من زمان، بس هي جت بقى نصيبها في اليوم ده قدرها كده بقى واتكتب لها خلاص النهايه، فجوزها شدها طلعها لانه كان بيغطس معاها، وبعدين كانت بتخلص ما لقوش حد يسعفها، راحت الست وبعتت اسرائيل طياره او يعني بعتت طياره عشان تشيل الجثمان تدفنه في الليد او في منطقه في فلسطين. مسكوا المصريين، انا شفت يعني ماساه ماساه، قال لك دي بلد ما فيهاش لا اسعاف ولا بتاع. يعني الاسرائيليين بيخشوا ويبلبطوا ويشتموا، مش من حق الفلسطيني يخشوا؟ ليه؟ ليه؟ انت عارف يا سلوى؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا سنه 84 في مصر مدير امن المنيا لقاني ماشي على كورنيش المنيا الساعه 2 بالليل، انا والمعيد بتاعي وطالب تاني، سابهم هما الاثنين ومسكني انا. عارفه جريمتي كانت ايه؟ والله العظيم ما بهزر، كانت دقني دي كبيره كده شويه وحمراء، قسما بالله قال لهم بيتوه في المديريه. ليه يا عمي انا عملت لك ايه؟ عارفه التهمه كانت ايه؟ ان انا فلسطيني وما كانش معايا بطاقه بقى ولا كارنيه جامعه ولا كنت بدفع مصاريف، كانت حاجه نيله خالص يعني. فسال المعيد اللي جنب قال له ده تلميذك؟ قال له اه تلميذ ومعانا في الكليه. قال له تعرف منين؟ قال له ما اعرفش. طبعا المعيد كان نادلي يعني واطي يعني بعني يعني، فبعني وهرب. وهم معاهم اسمه ايه اي دي، انا معيش. قال لي ما معكش ليه كارنيه جامعه؟ قلت له ما دفعتش مصاريف. قال لي ليه؟ قلت له يعني هدفعها في الاخر يعني. قال طب الواد ده فلسطيني اركنوه هنا. تخيلي انا اتحبست ليله، انا كملت ساعتين ثلاثه، هو جه بعد كده طلعني
قال لي لو ما جبتليش بطاقتك دلوقتي طبعا ما كنتش عندي بطاقه ولا طول عمري ما عنديش حاجات دي. فعايز اقول لك ان انا قعدت 3 ساعات مثلا في مديريه امن المنيا بتهمه ان انا فلسطيني والله والمصحف، لدرجه قلت مدير الامن طب انتوا بتمسكوا الفلسطينيين عملوا حاجه يعني؟ يعني ايه؟ والله العظيم ما والله ما بهزر. والراجل قعدني على الدكه الظابط كده، فضلت قاعد كده مستني الفرج لحد ما جاء مدير الامن قال خلاص طلعوه. فمعرفش ايه التهمه. من فلسطيني تاني في رساله تانيه عايش في اسكندريه بيشتكي فيها من رفع رسوم الاقامه بشكل كبير جدا عليهم في الاوضاع الصعبه اللي بيعيشها المصريين سواء كانوا بقى فلسطين او بتاع. انا فلسطيني الجنسيه احمل وثيقه سفر لاجئين صادره من جوازات الاسكندريه بدفع اقامه رسوم ورقيه، بدفع برسوم ورقيه 203 جنيه وكسر الإقامة السنة 20 جنيه، السنة دي يعني أصبحت الإقامة 3000 جنيه وكسرها 500 جنيه لصالح صندوق لصالح صندوق أهالي الشهداء على أساس إحنا اللي قتلنا الشهداء. لا فيش لا في شغل ولا لاقين ناكل. فلسطينيين كتير كسروا الإقامة لأنه مفيش إذن بنا، بقالي 5 سنين كسر إقامة ومقيد التحرك، عندي 4 أطفال حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عايز أقول لك على حاجة، أخ فلسطيني سامح شكري وزير خارجية مصر لسه بيتاجر بيكم امبارح بيقول لدينا، بالله عليك يا علي يعني بص باللي ريقي قبل ما أمشي وهات لي تصريح سامح شكري وحطه جنب الراجل ده. سامح شكري طالع يقول ده احنا معانا 6 مليون لاجئ بنأكلهم ونشربهم ونحميهم ونفليهم ونرضعهم وننيمهم. الراجل يا سامح يا شكري الراجل فلسطيني هو لاجئ رسمي وعنده 4 عيال ومش عارف يعمل الإقامة لأن الإقامة ب 3000 جنيه وكسرها 5000. أهو سامح شكري، لا سامح شكري، سامح شكري مش ده، ده سياق اللاجئ ده. سامح مصر تفتخر باستضافتها لأكثر من 6 مليون شخص ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وتكفل لهم حقوق وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنبا إلى جنب مع المواطنين يا راجل المواطن المصري بيكسر الإقامة ب5000 جنيه. الله المواطن المصري بيدفع 3000 جنيه إقامة يا راجل، هتروحوا من ربنا فين؟ وانتوا مصدقين الكلام ده؟ يا سيد سامح هناك فلسطيني لاجئ على أرض مصر بقاله 5 سنين كاسر إقامة وكسر الإقامة السنة دي بقى ب5000 جنيه والإقامة بقت ب3000 جنيه وعنده 4 ولاد ولا لاقي شغل ولا لاقي ناكل وبيقول لك كتير كسروا الإقامة. حضرتك طالع تقول للعالم إن إحنا بنقدم لهم حياة كريمة، أنا نفسي أعرف مين حياة كريمة دي، والله لو قابلتها لخنقها. مين يا أولاد حياة كريمة اللي ماسكنا؟ أنا أعرف حياة أنديل، أعرف يا كريمة حياة كريمة، لا ونكفل لهم حقوقهم ونوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. ومش عايزة بقى مش عايز اتكلم خدمات صحه وتعليميه بس، لا ده غيرها من الخدمات الاساسيه اللي هي ايه بقى؟ اي كلام في البدنجان، اي كلام، وايه جنبا الى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز. اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. يا اخي بتاع فلسطين والله العظيم لنا الله احنا وانتم